تمام والعاشرة موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. في المستهل وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، تستأنف شركة الخطوط. وفي السياق أمر السيد الرئيس بتخفيض مصاريف الإيواء بنسبة 20% بالنسبة للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن، إضافة إلى إعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي. يذكر أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية كانت قد أعلنت سابقا عن برنامج رحلاتها وتكاليف الرحلات على إثر القرار المتعلق بالفتح الجزئي للحدود الجوية. تحتفل الجزائر على غرار باقي دول العالم باليوم العالمي للطفولة الذي يصادف الفاتح جوان من كل سنة، حيث تشرف اليوم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بيدال إبراهيم بالاحتفال بهذه المناسبة رفقة الأطفال. وبمقر سفارة فلسطين بالعاصمة الجزائر تنظم جمعية مشعل الشهيد وسفارة فلسطين ندوة حول خطر الحروب على الأطفال وحق الطفل الفلسطيني في الحياة، فيما تشرف المفوضية الوطنية لحماية الطفولة بفندق الميركير على اليوم الإعلامي حول حق الطفل في المشاركة وإبداء الرأي. وبذات المناسبة قامت أمس المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي بزيارة لمصلحة طبي الأطفال بمستشفى بينان بالعاصمة، حيث وزعت مجموعة من الهدايا على الأطفال الماكثين بالمستشفى. يشارك اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في أشغال الاجتماع الوزاري 17 لدول أوبك وخارج أوبك الذي سيعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد، وسيخصص هذا الاجتماع لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وأفاق تطورها على المدى القصير. وسيسبق الاجتماع في نفس اليوم الاجتماع 30 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة GMMC والتي سيتعين عليها تقييم على أساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج لشهر ماي 2021 للدول الموقعة على إعلان التعاون. صحيا، وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد سجلت 288 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 214 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. أكدت المديرة العامة للصيدلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وهبة حجود أن الجزائر ستستلم حصة جديدة ب 500,000 جرعة من اللقاح الصيني سينوفاك، معلنة عن قدوم حوالي 3 ملايين جرعة أخرى خلال شهر جويلي المقبل تحتوي على 3 أنواع من اللقاحات الصينية والروسية وأسترازينيكا. وكشفت المديرة المركزية أن الجزائر في انتظار استلام حصات أخرى تقدر بأزيد من 758,000 جرعة خلال شهر جوان، مما يرفع عدد الجرعات المستقبلة في إطار آلية كوفاكس إلى أزيد من 1,880,000 جرعة، وهي الحصة المخصصة للجزائر لأشهر أفريل وماي وجوان. في ملف التشريعيات تدرك الحملة الانتخابية يومها 13 وسط برنامج مكثف للتجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية بهدف استمالة الناخبين وتحسيسهم بضرورة المشاركة في الموعد الديمقراطي لضمان التمثيل القوي والنوعي في الغرفة السفلى للبرلمان.
دوليا وفي مستجدات الوضع بالصحراء الغربية، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي في اليومين الأخيرين هجمات استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربية في نقاط متفرقة من الجدار الرملي، حسب ما جاء في البيان العسكري الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. في ملف اليمن، قال المبعوث الأممي مارتن جريفيث أن الحراك الدبلوماسي الذي تشهده البلاد يسير في الطريق الصحيح، داعيا جميع الأطراف المتنازعة إلى رأب الصدع والعمل من أجل تسوية سلمية للأزمة العويصة والمتشبعة التي يعيشها اليمن. وكان جريفيث قد أجرى أمس محادثات مع قيادات الحوثيين في صنعاء، حيث عرض النسخة الأخيرة لخطة الأمم المتحدة للسلام في اليمن، داعيا إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية بين فرقاء الأزمة وبخاصة في محافظة مأرب. في تطورات الملف الإيراني، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها أن طهران أصبحت تحوز على مخزون من اليورانيوم المخصب جزئيا يفوق ب 16 مرة الحد المسموح به، والذي ينص عليه الاتفاق النووي الموقع عليه العام 2015. من جهته، أعرب المدير العام للوكالة رافائيل غروسي عن بالغ قلقه إزاء عدم تصريح إيران بالعديد من المراكز النووية، موضحا أن المحادثات التقنية مع طهران لم تأتي بثمارها كما كان متوقعا. رياضة الآن، وفي أخبار المنتخب الوطني لكرة القدم، يتواصل لليوم الثاني على التوالي بالمركز التقني لسيدي موسى المعسكر التدريبي تحسب لإجراء ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات موريتانيا، مالي وتونس. هذا ويعقد اليوم الناخب الوطني جمال بالماضي ندوة صحفية للحديث عن خياراته الفنية والتكتيكية والإجابة عن انشغالات رجال الإعلام الذين برمجت لهم مواعيد ثابتة مع اللاعبين أيام الفاتح والخامس والعاشر من هذا الشهر. وبأخبار رياضة نختم الموجز، في أمان الله.